السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد غاز ستيشن سيموليتر. طبعا ما خلينا لعبة محاكاة، وصلنا إلى الغاز ستيشن. نزلت هذه اللعبة نهاية 2021 بس ما لقيت الفرصة للأسف أني أجربها، ولكن اليوم نجيها بكل حماس. أشكركم على دعمكم الأسطوري في الحلقات الماضية والكومنتات واللايكات، خصوصا لعبة الرعب اللي نزلت عنها، صراحة دعم كان فيها أسطوري، والمقاطع اللي قبلها. يعني هذا الأسبوع كله مفجرين صراحة في الدعم يا إخوان، وقربت من 20 لايك تقريبا، وصلت 19 أو 18، فيعني الهدف قرب. وشكر خاص إلى بلال، هذا الشخص جاني في انستغرام ورواني انه نشر القناه لاخوياه، يعني تقريبا 10 مشتركين جدد كلهم من طرفه، فشكرا جزيلا والله على دعمك، وشكر موصول لجميع من يدعم هذه القناه الاستمرار. طولنا في المقدمه كثير، نقول بسم الله. نيو جيم، ايش سالفه الكدش يا اخوان؟ مهنه لاعب وش اسمها محاكي الكهربائي. هلا بي فنان، هذا بجيب لي واحد احطه في موتري. ليه ترجع ريوس؟ شاف فور سيل ادعس. ترى انا ما اسوق يا اخوان، يعني تقييم اللعبه سيء دامني ما اسوق. يو ار ناو ذا اونر، على طول شافها للبيع يا حبيبي واشتري. 12 هور ليتر، بعد 12 ساعه خلاص صاحب المحل. لا ونام في المحل او في المحطه. ما شاء الله سرير، هذا الطابق الاول في المحل الظاهر. أوجد حل لدخولك الغاز ستيشن. أنا موجود في الغاز ستيشن بس الطابق الأول الظاهر. إيش ما أكلت طيب أمس؟ بيتزا. وليش هاي لا؟ هلو بي. كل ما مسكت الشيء أكثر. شو بطير هنا. عجبتني اللعبة. دقيقة، يمديني أرمي الكرسي بعد؟ شوف هذا 100% يعني بيطيرها إلى كوكب زحل. أوكي. هذا الكشرة، اوكي وين درام زبالة؟ هذا هو هاي سكور. اتشيفمنت لوك، اوكي رهيب والله. طبعا هذا اللي جايينك من ورا التريلات كذا، تعرفون دائما في كل العاب المحاكاة، في كل مقطع من العاب المحاكاة اشتكي في اول حلقة من موضوع التنظيف، ولكن الجماعة هذا الاذكياء ضافوا نقطة الرمي هذه، بحيث تكون في لمسة حلوة في شغلة التنظيف. عرفت ايش هذا؟ اكسكافيشن ريست achievement it's king of magic. ايش هذا؟ حفريات ما حفريات؟ ياهو ايش السالفه؟ لا والله انا مش في الطابق الاول الظاهر، هذا هو المحل في جراج الظاهر عندي تحت البيت. انا والله يا اخوان ما عندي اي خلفيه عن اللعبه، يشهد الله. اتوقع هذا المكان هو المحطه. ايوه يا ساتر يا ساتر من الخضار. ها يقول لك دور الكيبل عشان تشغل الكهرباء. ثواني، هذا المحطه الحين. اي أيوة والله هذا المحطة. ايوه هذا الخط ويدخلون هنا، ما في الا المكان هذا، او شكله بس مكان واحد. اتوقع بعدين اقدر اضيف اكثر من بمب. طيب واضح انه بيطلب مني تنظيف بعد شوي، لكن حاليا المشن يقول لي اتبع كابلات الكهرباء عشان ايوه هناك عشان تشغل الكهرباء في المحطة. اوكي هذا بيتي على اليمين والمحطة مقابل هناك. Pick up your phone in the booth front of station. جرب كرة سلة والله بتصير. الله دخلت الظاهر. اي والله جت. الله يا اخوان موهبة والله العظيم، مش بس فيفا، مفروض العب في القناة شو اسمه كرة سلة. اوكي رن التلفون، متعقد من رنات التلفون من لعبة الرعب الاخيرة. Congratulations on your purchase and investment little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But, luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. Thank you. هذا ولد خاله الظاهرة، ولد خالته اللي هو المالك لهذه المنطقة واشتريناها منه، فيقول لي بما انك يعني من العائلة وكذا فبساعدك وارسل لك ايميلات ونصائح كيف تدير المكان كبداية. فبنشوف الايميلات، هذا الميل حلو. هذا هاودي يقول لي اهنيك على الانفستمنت هذا او الاستثمار، وكان مفروض انك ما تبيع سيارتك، كان مفروض تقول لي. يعني هذا الشخص اللي نلعب فيه باع سيارته عشان يستثمر ويشتري هذا المكان. التضحيات يا اخوان بداية النجاح. ويقول لك الشاعر التضحية هباب إلا من لت قدام.
تبى تتقدم ضحي. وهذه نصيحة من فوق الفورك ليفت هذا اللي ما توقعت اني راح اسوقه والله. Remove the sand piles in front of the gas pump. اوكي. افا ما في بترول. انا في محطة بترول، هذا ما في البترول. امشي ايوه امشي امشي امشي. هذا الرملة بس. اوكي عشان الناس يجون يوقفون. رجعت الكمبيوتر يقول لي الجاز ستيشن ليفل 1. يقول لك انجز الكثير انجز مهام اكثر عشان تقدر تسوي ابجريد. اوكي حصلنا الكان هذا عشان نقدر نعبي. حلو. بعضهم يسمونه جركن تقريبا، فهو بالانجليزي اصلا اسمه جيري كان. معلومه عزيز المشاهد عشان تعرف انه في فايده في محتواي. والله لا طفش بكم. اوكي الحين يعبي المفروض ولا فل. جميل جدا. حلو المكنسه والصبغ والامور وشنطه. عجبني صراحه عبيت الحين ولا كيف؟ اوكي البترول فوق النص. حلو اتوقع كافي. والله خلص بسرعه يا اخي. فيها تيربو بعد. يا سلام. اغرف يا الحبيب اغرف. حلو ما شاء الله بغرفه واحده يا اخوان. شفتوا الخبره كيف؟ خلنا نودي عند الرمل هذا اللي موجود هنا. اوكي هذا تضغط يا اخوان عشان يبرد المحرك، فاذا ما بردت المحرك البترول راح ينقص بسرعه. الليل الشرطي جاء. خير ان شاء الله. مولع السيفتي ليش؟ يبى يشوف الظاهر يبى يعبي بترول. اصبر 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 يا الحبيب لسه ما فتحنا. اوكي يباني ارميه هنا. يا سلام تاسك كومبليت يا حبيبي. جاز ستيشن كلوز. اوبن ذا جاز ستيشن فور كاستمر. يا سلام هنا نبدا البزنس يا اخوان. اوكي ظاهر من هنا اوبن. ايوه الله يا النغمه الله يا الحركه. الفليب هذا هذا الفليب اللي كنت ادوره في كافيه سيميليتر. والله هذا اللي كنت اتكلم عليه. يقول لك تقدر تفتح وتسكر المحل اي وقت تريده، عشان ممكن تسكره عشان تقضي بعض المهام او ترتب المحل. في حاجه يقول لك نكست تو هذا تو ريستارت ترافيك. ما ادري وش هذا ريستارت ترافيك. يبغالنا نجربه الظاهر هذا. اوكي اذا كان في حادث او فيه مشكله. جميله الحركه جميله. ان شاء الله بس ما تصير عندنا جلتشات ونحتاج هذا الشيء. طيب الحين يقول لي افتح الكمبيوتر وروح قائمه الدليفري عشان يوصلون لي البنزين. يقول لك اللتر الواحد بدولارين، فاذا 100 لتر بتصير ب 200. خلنا في البدايه نطلب 100. هل بشوفه يجي يعبي ولا خلاص. هلا هلا والله هلا والله ما اعرف اعبي يا اخوان. وين هذا هنا؟ اوكي اوكي او ذا لا 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 صبر صبر لا 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 تركبين يا اخوان. توني اتعلم والله. بتنطفي عليها بعد شوي فترجع. شفتوا كيف التحليل يا اخوان؟ شوفوا الانفستمنت المحنك. تعبي نقطه تروح تقضيها هنا وترجع لك. اوكي هذا الترك جاني. يا سلام اثره هذا لازم تمي ضاغط لين ما يوصل الليفل معين. انا ضغط مره واحده فعلى بالي انه يلا ما عليه. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اول شيء خل الكاستمر يدخل. بسم الله هذا يشتغل اوتوماتيك في الليل. اوكي هلا بي هلا بي شيخ. هذا جاي مو بنزين. ما شاء الله ما شاء الله. دقيقة وجيك دقيقة وجيك. خلنا ما نتأخر على الكاستمر. تعا يا هلا يا هلا. ما يعرفون يسوقون. الله لا يبلعنا. ودنا نتشمت. شفت تم ضاغط بعدين يقول لك شفت يسوي بوست. ما في فيول ما في فيول. راح علينا الزبون الثاني. ها هذا يعبي ولا لازم انا اشغله؟ يا اخي عبيني وخلاص. لازم امسكه بعد. ثانكس. اوكي لازم اشوف الليفل كم. تعال تعال طيب خبرني كم الحين. خلاص 100 لتر. ايوه يقول لي فيول لفت الحين 100. 100 من 200 ماكسيمم 200 يكون عندي. في شغلات كثير يا اخوان. باركينج بلوت ديكوريشن. هذا دليفري تبع البترول. السكور. اوكي يمدينا نشتري شغلات بعدين نطور فيها. هلا هلا بالزبون. الحين المفروض يمدينا نعبي. بسم الله اول زبون نعبي له. ايوه ايوه ايوه. يقول لي تيست يور سكيل اون اركيد. حبيبي انا جاي من كافيه سيميليتر. ما ادري لاعب المحاكاة هم نفس الشركة اللي يسوون كل شيء ولا ايش؟ فينش ذا ريس بيفور دقيقة و15 ثانية وبيعطوني 20 دولار. حبيبي عطنا الموتر بس. بسيطة يا رجال لعبة تافهة. دقيقة و20 ثانية. حلو انه يرويك التشيك بوينت وانت لسه
ما تشوفه فهمت. ايوه 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 ما حتشاف. ما في بوست ولا تيربو ولا شيء اتوقع. ما في جمب. الغريب انه في لا 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 يا اخو لا تسوي تجارب، لا تسوي تجارب انت في تحدي يا حبيبي. دقيقه 15 ثانيه ما بجي. ما باقي 15 ثانيه تطلعون روحك والله عشان تطلع ال 20 دولار. واو دقيقه 14 ثانيه والله عشان تعرفوني قدها. اه يا راسي كيف يوطي هذا؟ هذا من الهياط. هلا بالزبون معليش والله كنت العب. الحين هذا بضبطه. اوكي تقريبا اتشيفمنت لوك سويت بيجن. تقريبا الشخص الثالث هذا اللي العب فيه له. في تولز او تراش باج. اوكي لازم اشتري التراش باج من الصبح عشان انظف. اوه يمديني اغير الديكور. لا خله خله نفس. وين راحت؟ يا ليل الساعة يا اخوان اللي يعرف كيف ارجعها يخبرني. اوكي هذا كله تراش. بس تنظيف صراحة نوعا ما افضل او اسهل. لانه جالس معلم لك على الشغلات اللي تشلها وخلاص. ما تجلس تدور نفس محاكي الكهربائي. وسريع مرة. دقيقة دقيقة جانا زبون. والتبديل شوف بين ال حلو. بيرفكت شوف سويت لي كذا. فجبتها بالملي يعني. نرجع للتراش على السريع. شوف كيف التنقل سهل. اوكي حتى وانت ماسك التراش يكون يشله على طول يعني ما يحتاج انك. رهيب رهيب صراحة. افضل لعبة تنظيف هذه صراحة. سرع 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 سرع. لايف سيفر حبيبي والله 43 دولار توكل على الله. هذا اتوقع اني احتاجه. اذا احد بيفجر محلي ولا شيء خليه. وهذه الزبالة اكرمكم الله. وين الزبالة هذيك؟ اوكي جمعنا الكسرة في الاكياس هذه ونقول لا لا لسه محاولات. الله اكبر. اوكي هذا في الشنطة لقيته. رجع مكانه مكانه ماخوذ. اوكي في غرفة كأنها هنا ادري بس ما يمديني ادخلها. تويلت فري. اوكي حمام. وات في جلتش صار انك تشتري. اوكي تشتري الحمام حاليا ما عندي. ما ادري هذا يعتبر تراش كله ولا هل يمديني ارتبه لانه ما يمديني اسوي روتيت ولا شيء. فالظاهر انه تراش. راح ارميهم كلهم الاغراض هنا. اوه دقيقة يمديني اطلع فوق. اي والله يمدي حليلة تشوف المنظر من فوق. بس ايش المغزى انك تطلع فوق؟ ممكن تسبق. اوكي كذا نظفنا. ما ادري اذا كنت اقدر استفيد من الاغراض هذه اللي برا هناك موجودة ولا لا. والله بالملي بالملي 503. في علامة تنظيف فوق تشوفونها على اليسار. ما ادري هل يقصد ان المحل لسه مش متنظف كفاية. هذه الاغراض يا اخوان كلها اللي طلعتها من هنا ما ادري هل استفيد منها ولا ارميها. اتوقع لازم نرميه. دقيقة مكتوب على اليمين 7 من 12. اي والله لازم ارمي كل شيء. حلو هذا اخر شيء. تاسك كومبليت باي بروم اكويبت. البروم اللي هي المكنسة الظاهر. بس خلنا نعبي ما شاء الله الكلاسيك هذا. والله انت الاميزنج. طيب وين البروم؟ هذا البروم. اشترنا البروم. نروح نكنس ال توني امدح في اللعبة يعني. فيه نوعين من التنظيف الحين ولا كيف؟ اوكي يقول لي اذا ما نظفت الكاستمر ما راح شو اسمه يجون يتشرون. ففي شوبينج بعدين. انا توقعت بس محطة بنزين بس الظاهر في شغلات نعرضها ونبيعها. هذه بداية الملياردارية يا اخوان. حتى ما قدرت انطقها صح. يبدأ ينظف ويهتم بالنظافة بعدين. والله ضبط المحل بس ناقصه شوية يعني ايش صبغ وترتيب. يا هلا مرحبا بالزبون الجديد. ونشل علم الوسخة. كم في شيء غبي صراحة اللي هو لازم تنتظرها انها تنزل وتوقف عشان تقول لك كم. You botched it. البنزين اللي باقي عندي المفروض انه خلص 0.09 عشان كذا وقف علي قبل شوي. انا ما وقفته. خلنا بنعبي يا الحبيب بال 500. كم فلوسي؟ لا والله فلوسي 564. لا خلنا عشان ننسى الموضوع هذا. وفقرنا يا اخوان. شوف الترك قرب 400 متر ويقول لي اوردر جراج كولكشن يوزنج كمبيوتر. اوكي جراج كولكشن. اوكي جاربج كانها جاربج. قريتها جراج انا ولا اي والله جاربج معليش. حلو ايش السالفه؟ ايفنت دينس يقول لك يجونك اطفال نفس هذا دينس ويرسمون على الجدران فانت لازم تحذف.
اوكي اقول اضافه الحذف مو بس عشان تنظيف حبيبي. وين اكبر سطل بسرعه؟ وين اكبر شيء ارميه بالساعه؟ المشكله الساعه ما يمديني ارميها. نظفت المحل ارميه بيش؟ بالمكنسه الطيبه يمديني؟ ما يمدي بسرعه. ايوه تعال وربي لا اشطر راسك نصين. اوف اوف اوف, أوف. تعال تعال بيوتيفل اخرب بيتك. تعال 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 يا وسط تعال تعال. ما قصت راسه للاسف. رسم رسمه ما ادري هي حلوه ولا لا. والله كانوا بيدعمونه كان بيدعم حق شو اسمه هذا. تعال يا وسخ تعال تعال شوف شوف تصويبه. اوه والله كادت يا اخوان والله. فاك سكول. طيب ايش دخل امي انا في السكول حقك؟ احلى سلام. دقيقه دقيقه انت قبل اتحمل دقيقه خلنا نحل الفلوس. ايوه ما لا احسبها احسبها هذه معاهم. هل يمديني لازم اسوي لك شيء انت ولا تجي تحمل وتمشي؟ والله الوسخ هذا ما شلها. حط لك اياها غصب. ها دقيقة تلال بالمرة هذا شو اللي معك؟ فيول سبلاي 200 من 200. ايش دفعتوني حق 500 انتو؟ ايش النصب هذا؟ طلع نسيت انه ما ياخذ عند المحطة الا 200. 300 بيجي عبي لي اياها بعدين بلاش ولا انقصبت؟ شكلي انقصبت يا اخوان والله شكلي انقصبت. اعتقد اني طولت. وبس يا شباب هذه نهاية الحلقة الأولى. أتمنى نالت إعجابكم. أعطوني رأيكم في اللعبة إذا ودكم نكمل فيها. وطبعا لا تنسون اللايك ونشوفكم إن شاء الله على خير في المقطع الجاي. السلام عليكم.